فاكرين كده من كام يوم كان في موضوع واخد مساحة كبيرة جدا من الانتشار على السوشيال ميديا، واحنا كمان اتكلمنا عليه في صباح الخير يا مصر. الموضوع ده كان قصة، او كان شفنا موقف لمجموعة من الرجالة في محافظة الشرقية عملوا بنفسهم كحك وبسكوت العيد بدل زوجاتهم كنوع من المشاركة بينهم وبين بعض. الصور اللي كانت منتشرة الحقيقة كانت مليانة بالحب والفرحة والسعادة على وشوش كمان الرجالة وهم بيعملوا الكحك بنفسهم. خلينا نعرف أكتر الموضوع ده. معانا عبر زوم الأستاذ سامح أنديل صاحب هذه الفكرة وصاحب كمان هذه المبادرة. صباح الخير عليك يا أستاذ سامح، كل سنة وأنت طيب. صباح الخير يا فندم، كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بيك. طيب خلينا نعرف كده في البداية، الفكرة دي يعني يمكن في المدن ممكن الناس تتقبلها شوية، انت ازاي اقنعت اهل قريتك في الشرقيه ان هم يساعدوا زوجاتهم، وجات لك الفكره اصلا منين؟ لا هو مش اقناع للقريه بشكل عام، لكن هي يعني حضرتك عارفه احنا في مجتمع شرقي والمفروض الامور دي يعني مزعجه شويه، الراجل ممكن يقوم بالاعباء دي، لكن هي المفترض ان دي يعني حاجات عاديه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيساعد اهله عادي. اصحابي انا عندي مزرعه في المحموديه وفرن بلدي، يعني بنرجع للفتره القديمه شويه، فاصحابي قالوا لي طب ما نعمل موضوع تسويه الكحك والبسكوت هنا في الفرن البلدي بعيد عن الفرنجي والحاجات واحنا نساعد، يعني بحيث كفايه طبعا الستات شهر رمضان ده بيكونوا مطحونين جدا على غير العاده يعني. فاحنا نساعد شويه. عاش يا استاذ سامح والله، الله ينور حضرتك وكل الناس اللي مشاركين معاك في الفكره دي، لكن انا عايز اعرف المنتج بقى النهائي طلع حلو ولا ايه الدنيا؟ المهم الفكره يعني هي... المحاوله الاولى ليها اخطاء طبعا. المهم نتعلم بس من اخطاء الماضي عشان لما نيجي نعمل تاني ما نكررش نفس الاخطاء. اه لا ان شاء الله. لا بس لا ده لو ده في حال برضه يعني لازم نساله ناويين تعملوها تاني؟ مفيش مانع، احنا اللي بنقوله محبين طبعا. طب يعني استاذ سامح افهم من كده ان حضرتك يعني ناويين تعملوها تاني؟ لا طبعا، لا تاني دي احنا هنعمل كل حاجه تاني، يعني موضوع الاكل بتاع الفرن البلدي هو يعتبر بقى الاجود، احنا بنعمل فطير مشلتت، بنعمل اه احنا شفنا فعلا في الصور، يعني احنا مش هنسكت يعني. طب كان رد فعل زوجاتكم ايه؟ نعم كان رد فعلهم ايه؟ رد فعل زوجاتكم كان ايه؟ اسف مش سامع. رد فعل زوجاتكم كان ايه لما قررتوا انتوا تساعدوهم وتعملوا لا هو يعني احنا الفكره في المشاركه، يعني احنا مش كده وبس، كل ايه المانع طالما الراجل عنده وقت انه يشارك زوجته بيخف من الاعباء. الحياه الزوجيه مش فريقين كل واحد يعمل ايه، لا هو المفروض ان احنا مشاركه، اللي مش قادر يعمل حاجه والتاني يقدر يعملها وعنده وقت، ايه المانع يعني؟ صحيح، انا اتفق معاك وبحييك الحقيقه على التفكير ده. طيب خدت وقت قد ايه يا استاذ سامح في عمايل الكحك والبسكوت؟ احنا خدنا يوم. يوم كامل، يوم بليله ومطلعينه صباح يوم كمان يا استاذ سامح. لا 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 يوم كامل، ده احنا مجموعه كبيره و فعاملين كميه للاسف، يعني اتبهدلنا على السوشيال ميديا وكل الصفحات بتنقل، يعني في صفحات بتقدم الموضوع بشكل ايجابي لكن على النقيض، في ناس طبعا مش عاجبها الفكره. لا هو الموضوع ما ينفعش، الموضوع ما ينفعش يعني يتقدم غير بشكل ايجابي، لان الغرض منه ان انت بتساعد زوجتك، يعني انتوا اتجمعتوا على هذا الامر، الهدف من الموضوع ان احنا شفنا زوجاتنا تعبوا في شهر رمضان فبنريحهم شويه، بنكافئهم. هو فكره هم يشوفوا حتى طبيعي. احنا قلنا الكلام يعني حتى في المثل القديم اللي بيقولوا الافم واثنين بيشيلوها اثنين، يعني ده طبيعي يعني. لا وزي ما حضرتك كمان قلت يا استاذ سامح، يعني لنا في رسول الكريم اسوه. طيب عايز اسال حضرتك على حاجه ثانيه، في بقى محشي كرومب عملته برضه في البيت، كلمنا عن الموضوع ده. طبعا انا المزرعه عندي بنزرع تقريبا كل او معظم الخضروات، يعني جزر، بسلة، كرنب كده يعني. فالامر يعني اي حد يجرب موضوع الاكل الطازج اللي هو بتقطعي من المزرعه مباشره وبتعمليه على النار على طول طعمه مختلف. فاحنا قطعنا الكرنب وعملنا المحشي. لا احنا لازم نجي لك المزرعه يا استاذ سامح. نعم لازم نجي لك المزرعه قريب.
لا يا فندم تشرفونا، الله يخليك. وتعملوا معانا المحشي كمان. لا ما بتقلقش يا استاذ سامح، هو شاذلي بما ان في اكل فاكيد هيجي، يعني ما تقلقش خالص. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ سامح قنديل، صاحب مبادره ازواج. زي ما تابعنا مع حضراتكم على السوشيال ميديا، ازواج قرروا ان هم يساعدوا زوجاتهم ويشاركوهم ويعملوا كحك العيد وفطير. طبعا مبادره جميله جدا. بالنسبه للصفحات اللي خدت الموضوع بشكل مش ايجابي، ده شيء غير منطقي بالمره. فكرة هدفها ان احنا نساعد زوجاتنا ان الحياة مشاركة، وان زي ما هم بيتعبوا في رمضان وتعبوا، فراجل قرر ان هو في حد ذاتها الفكرة بصرف النظر عن المنتج زي ما كان بيقول الاستاذ سامح ان هو يعني في شوية محروقين فاحنا قعدنا كلناهم احنا كرجالة. الفكرة في حد ذاتها فكرة المشاركة دي حاجة تحسسهم فعلا ان هم متقدرين، ان هم تعبوا فعلا في شهر رمضان. صحيح ومتقدرين. صحيح، دي نقطة مهمة جدا، وزي ما كان الاستاذ سامح بيتكلم هي فعلا المشاركة، حتى لو رجالة بيشاركوا بحاجة بسيطة، بس ان احنا نقول شكرا واحنا مقدرين. طبعا الرجالة بتتعب وبتشتغل وكل الكلام ده وشايلة اعباء ومسؤوليات كتير جدا، محدش يقدر ينكر الكلام ده ابدا. وفي نفس الوقت برضو الستات شايلة مسؤولية كبيرة، فبالتالي مفيش أي مشكلة لو نشارك بعض كده بطيب خاطر وبطيب نفس عشان الحياة تمشي، ونبقى مقدرين كمان مجهود بعض، لأن ده اللي بيسهل العشرة بكل تأكيد يا جمانة.